سي شعلان البشير تحية تقدير وعرفان للسيد المحترم شعلان البشير صاحب الفضل المخلص لمسعد. في إطار رحلة السلام والمحبة والوطنية، الجزائر تاج قلوبنا والدعوة للسلام عبر العالم، نتقدم لسيادتكم محترمة بهذه اللوحة تقديرا وعرفانا منا لكم على كل ما قدمتموه وتقدمونه من أعمال صادقة وجهود مخلصة في مهمتكم النبيلة، وكذا إسهاماتكم الخيرية الفعالة بما فيها المولد الأكسجين اللي راه سقام، نقولوا هذه بكل فخر واعتزاز 1.4 مليار، وهذه شكون اللي يطيق عليها؟ يلتقي كان الناس عندهم آلاف المليارات ما يقدرش يدفع هذه السومة، هذه ما يقدرش يدفعها لأن به الشح وبه الله، وهو به شجاع ومولا خير من أجل سكان مسعد مدينته. راه المول الذي يخدم فيه سي بلقاسم الطوير، سي بلقاسم الطوال حفظه الله ورعاه، راه في السبيطار عقابو، ونتمنى له النجاح. كما وكذا إسهاماتكم الخيرية الفعالة وحبكم لمدينتكم مسعد العريقة ووفائكم للجزائر الوطني المفدى، كما نشكركم على دعمكم لمسيرتنا في سبيل السلام والتضامن وازدهار الإنسانية جمعاء. دعواتنا بأن يحفظكم الله حصنا للمروءة وأملا للخير والعمل الراشد من أجل رفاهية المجتمع ولإعلاء كلمة الجزائر. أعانكم الله على ما ولاكم وبارك لكم في مسعاكم، كما قال الأمير عبد القادر الرمز الجزائري: رجال للرجال هم الرجال، احنا نقولوا لا رجل إلا بالرجال.